السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن فرصة تدريب ممتازة جدا، وتعتبر فرصة من أفضل الفرص في دولة قوية جدا وفرصة ممولة بالكامل. طيب خلينا نعرف تفاصيل هذه الفرصة. هي فرصة تدريب ممولة بالكامل في اليابان، تمام؟ يبقى الدولة اللي هيكون فيها هذا التدريب هي دولة اليابان. اسم الفرصة دي NIG سمر انترشيب، تمام؟ هي فرصة تدريب صيفية في مؤسسة الـ NIG، ودي مؤسسة خاصة بالأبحاث العلمية ومؤسسة خاصة بالتدريب ومساعدة الطلاب، فيعني تعتبر من المؤسسات القوية في التدريب وفي استقطاب الطلاب من خارج اليابان، تمام كده؟ طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي، كل دول العالم متاحة، سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة، تمام؟ طيب مدة التدريب ده قد ايه؟ التدريب ده مدته شهر ونص، تمام كده؟ التدريب ده بيبدأ من 17 يونيو حتى 28 يوليو 2021، يعني الفترة دي هتكون انت مثلا مخلص دراستك لو انت طالب، مثلا فترة صغيرة مش فترة كبيرة، هي كلها شهر ونص، فتقدر تنظم وقتك انك في شهر ونص تحضر تدريب من افضل تدريب العالم، ويعني حاجة ممتازة جدا، تمام؟ فمش هيأثر على الناس اللي عندها اعمال، الناس اللي عندها دراسة، يعني الوقت هنا كويس. طيب اهداف التدريب ده ايه؟ التدريب ده مهمته ايه وهتستفاد منه ايه؟ بيقول لك يتضمن برنامجنا التدريب على البحث العلمي والتواصل العلمي ووسائل التواصل الاجتماعي وريادة الاعمال وزيارات معملية للمناقشة مع الباحثين الرئيسيين، تمام؟ يعني هيكون في تدريب في مجالات مختلفة، سواء مجالات علمية، هندسة، طب، جيناتكس مثلا، ريادة اعمال، مانجمنت، حتى هتتقابل مع باحثين من كل دول العالم وناس عندها افكار، تتعرف على افكار جديدة من ناس ليها خبرات كتير جدا، تمام؟ وكمان بيقول لك في نهاية البرنامج سيقدم المشاركون عرضا تقديميا، تمام؟ يعني هيكون انت مثلا في نهاية البرنامج ده هيطلب منك انك مثلا تقول ايه الافكار اللي انت استفدتها والاشياء اللي انت استفدتها من البرنامج ده، تتكلم عن البرنامج، ايه الاشياء اللي انت طلعت بيها من هذا البرنامج. كمان سيصدر شهادة لمن انهى البرنامج بنجاح، كل الناس اللي هتخلص البرنامج بعد لما يخلصوا هياخدوا شهادة، تمام كده؟ وحابب اوريكم الحتة دي صورة من اشخاص كانوا حضروا البرنامج في السنوات السابقة، تمام؟ وده الموقع الرسمي، ودي بالفعل يعني هتلاقي هنا طلاب من مختلف الجنسيات، يعني على سبيل المثال دي هتلاقي طالبة محجبة من دولة عربية، فهي متاحة لكل الجنسيات، وطبعا دي الشهادات اللي اخدوها بعد لما اتموا التدريب، تمام؟ وكمان يمكن المتدربين المشاركة في أنشطة مختلفة زي محاضرات برنامج الدراسات العليا ونوادي المجلات والندوات، تمام؟ وكمان هيكون في باحثين من داخل وخارج المؤسسة، من داخل وخارج اليابان هيكون في باحثين كمان. كمان هتتوفر أيضا دروس اللغة اليابانية في الشهر ونص اللي أنت هتقعده هناك، لو أنت حابب تنضم لكورس لغة ياباني متاح ليك أيضا، تمام كده؟ فدي برضو من إيه الأهداف التدريب اللي أنت هتحصل عليها أثناء المشاركة، تمام؟ طيب ركز بقى معايا في التمويل كده، بص على التمويل، يعني حاجة خرافية، يعني ستور، تمام؟ أول حاجة في التمويل الخاص بالفرصة دي، رسوم التدريب مجانا، أنت مش هتدفع أي تكاليف، كل رسوم التدريب هتكون على حساب المنحة. تاني حاجة تذاكر الطيران ذهاب وعودة على حساب المنحة، تذاكر الطيران من بلدك لحد لما تروح اليابان وبعد لما تخلص البرنامج وترجع تاني لبلدك برضو هتكون على حساب المنحة. كمان هيكون في الاكوموديشن او السكن مجانا، وجبات الطعام هتكون بالمجان. ركز بقى معايا كمان، في مصروف جيب يومي 1500 ين ياباني، يعني مع السكن وجبات الطعام ومع تذاكر الطيران حضرتك يوميا هتاخد زي مصروف جيب 1500 ين ياباني بيعادل حوالي تقريبا 15 دولار يوميا بتاخدهم عشان احتياجاتك الشخصية، محتاج تجيب اي شيء، طبعا اي واحد غير السكن ووجبات الطعام بيكون في احتياجات تانية اكيد، فدي كراتب يومي ليك، تمام كده؟ بالاضافة كمان هتاخد بطاقة مواصلات داخل اليابان، هيكون معاك بطاقة المواصلات، لو طبعا انت حبيت تروح منطقة اخرى تتنقل داخل الدولة تقدر بكل سهولة عن طريق بطاقة المواصلات. كمان هيكون في تأمين طبي أثناء السفر، لما هتكون هناك في حالة لا قدر الله حدث لك مرض أو حادث هتكون كل تكاليف العلاج على حساب الفرصة. كمان هيوفروا لك خطاب قبول يساعد على السفر إلى اليابان بدون تعقيدات أو حاجة لحساب بنكي،
طبعا معروف ان اليابان دولة بتحتاج تأشيرة خصيصا للدول العربية، فبالتالي لما انت هتتقبل في المنحة يبعتوا لك خطاب قبول. خطاب قبول ده مذكور فيه كل حاجة، هيتم ذكر فيه انك عندك مصروف يومي، تذاكر طيران على حسابهم، وجبات طعام على حسابهم، فانت مش محتاج حساب بنكي تقدمه عشان تاخد التأشيرة، ولا محتاج اي اوراق. الموضوع كله بتاخد جواز السفر بتاعك والاشياء دي وبتروح تقدمها في السفارة وبتحصل على التأشيرة بكل سهولة، يعني الموضوع ما فيهوش اي تعقيدات خالص. تمام، كمان زي ما وضحنا بيها كورس للغة اليابانية اثناء التدريب، وكمان بعد اتمام التدريب هتحصل على شهادة. تمام كده. طيب عشان حضرتك تشترك في البرنامج ده او في التدريب ده، ايه هو او ايه هي الشروط المطلوبة عشان تشترك؟ اول حاجة تكون طالب بكالوريوس او ماجستير، لازم تكون حاليا طالب وبتدرس في درجة البكالوريوس او الماجستير، وتكون في السنة قبل الاخيرة او الاخيرة من المرحلة الدراسية الحالية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني على سبيل المثال انت دلوقتي طالب بكالوريوس او ماجستير، فنفترض مثلا انت طالب بكالوريوس، تمام، وعندك الدراسه الكليه 4 سنين، انت بتدرس 4 سنين. طيب انت لو في سنه ثالثه دلوقتي بتقدر تقدم، لو انت في سنه رابعه بتقدر تقدم، انما لو انت في سنه اولى او في سنه ثانيه ما بتقدرش. يعني لازم تكون في السنه اللي قبل الاخيره او السنه الاخيره. لو انت بتدرس ماجستير مثلا مدته سنتين، يبقى انت لازم تكون في السنه الاولى مش في السنه الثانيه. ممكن تكون في السنه الاولى او السنه الثانيه، يعني ممكن تكون في السنه للماجستير بس سنتين، فممكن تكون في سنه اولى او في سنه ثانيه. تمام، انما البكالوريوس تحديدا ما ينفعش تكون في سنه اولى او في سنه ثانيه، لازم تكون في سنه ثالثه او في سنه رابعه كالسنه الاخيره او السنه قبل الاخيره. تمام كده. طيب هنا عندنا ملاحظة، المنحة دي ليس بها حد أقصى العمر، هي متاحة لجميع الأعمار، جميع الأعمار تقدر تقدم عليها مع الالتزام بهذه الشروط. تمام، كمان لا تحتاج شهادة لغة عند التقديم، مش مطلوب منك بقى الايلتس ولا تويفل ولا شهادة لغة انجليزي، لا كل الكلام ده مش مطلوب. تمام، كمان متاحة لجميع التخصصات من اي تخصص، وانت بتدرس بقى علوم هندسة مش عارف ايه، كل التخصصات متاحة للتقديم. تمام كده. طيب عندنا ايه هي الاوراق المطلوبة؟ الاوراق المطلوبة من حضرتك اول حاجة في ابلكيشن اونلاين لازم تملاه. تمام، داخل الابلكيشن ده لازم توفر الاوراق دي، السيرة الذاتية بتاعتك، السي في بتاعك، تمام، خطاب النية اللي هو الموتيفيشن ليتر تكتبه بشكل كويس، المؤهل الدراسي الحالي، كشف الدرجات بتاعتك او الشهادة الحالية بتاعتك، 2 خطابات توصية. تمام، كل الاشياء دي لازم توفرها. اخر ميعاد للتقديم في الفرصة دي هو 7 يناير 2021. تمام، ركز معايا، فاضل 4 ايام والفرصة دي تنتهي، اخر ميعاد ليها هو 7 يناير 2021. تمام كده. طيب هنا كمان عندنا ملاحظة ان قناتنا قناة منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزها. ان لو عايز تقدم على الفرصة دي من خلالنا ممكن تقدم عادي جدا. تمام، والناس اللي حابة تقدم من خلالنا على الفرصة دي ياريت تملى استمارة التواصل معانا بشكل اسرع، عشان بس المنحة فاضلش عليها غير 4 ايام. وفي خدمة تانية، خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي، تستخدمها في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزها تقدم فيها بنفسك، وخدمة التقديم في الكورسات لزيادة فرص القبول في المنح. ولو عايز أي خدمة من هذه الخدمات بتلاقي رابط استمارة كل خدمة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، بتملأه وبنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. تمام كده. طيب هنا أنا حاطط لكم الإعلان الرسمي للمنحة، تعالى نضغط عليه ونشوف التفاصيل الخاصة بالمنحة دي. كل التفاصيل اللي أنا قلتها هتلاقيها موجودة في الإعلان الرسمي. تمام، ده الإعلان الرسمي، دي صورة من ضمن الطلاب السابقين في السنوات السابقة اللي حضروا. تمام، هتلاقي عندك الحاجات اللي بتوفرها المنحة، هتلاقي عندك المدة هتبدأ من امتى لامتى، كل التفاصيل خاصة اثناء التدريب، دول الطلاب اثناء التدريب هم بيحضروا التدريب، يعني حاجة ممتازة جدا الصراحة، ومنحة ممولة بالكامل، ويعني من الصعب انك تلاقي منح بالشكل ده او فرص تدريب بالشكل ده. تمام، طيب خلينا دلوقتي نشوف ابلكيشن التقديم، هتيجي تضغط على كلمة قدم الان عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. ابلكيشن التقديم بسيط مش معقد. تمام، طيب انت كمستخدم جديد على موقع المنحه او موقع الفرصه ما عندكش ابلكيشن، تعمل ايه؟ لازم الاول تروح تسجل اكونت الاول على موقع المنحه، يبقى تروح عند كلمه يوزر ريجستريشن وتضغط عليها كتسجيل الاول على موقع المنحه. طبعا هنا بيتطلب منك الاسم الاول، اسم العائله، الجندر بتاعك، الجنسيه بتاعتك، تمام، اسم المدرسه او الجامعه اللي انت بتدرس فيها، الايميل بتاعك، العنوان الحالي الخاص بيك. تمام، بتختار التخصص اللي انت حابب تقدم عليه او تاخد فيه التدريب. تمام، بيانات التوصية بتحطها هنا.
تمام؟ ده بيانات توصيل الشخص الاول، احنا قلنا مطلوب اتنين، ده الشخص الاول وده الشخص التاني، تمام؟ دي اسئله ازاي سمعت عن المنحه دي وما الى ذلك. بعد كده بتعمل سبميت وبيوصلك ايميل او بيوصلك لينك على الايميل الخاص بيك، تمام؟ بتاخد بقى لينك التفعيل ده وبتاخد الايميل بتاعك والباسورد وبترجع بيهم هنا وبتضغط على كلمه لوجن، تمام كده؟ وبتحط الايميل بتاعك هنا وبتحط الباسورد وبتضغط لوجن والابلكيشن بتاعك بيخش عشان تكمل باقي الاجراءات وتحط الاوراق. الخطوه اللي مطلوبه انت كده مليت البروفايل بتاعك بقى انك تحط الاوراق السي في وخطاب النيه والكلام ده كله. طبعا انا السنه اللي فاتت 2019 حوالي شهر نوفمبر شرحت الفرصه دي قبل كده وشرحت الابلكيشن بالتفصيل وبعد لما تعمل لوجن ازاي تخش على الابلكيشن. فطبعا انا منعا للتكرار مش هشرح مره تانية، ولكن هحط لكم رابط الفيديو اللي كنت شرحت فيه ابلكيشن التقديم بالتفصيل تحت الفيديو ده، هتلاقوا الرابط بتاع الفيديو بتاع السنه السابقه، هو نفس الابلكيشن تحديدا. اسمعوا له برده شوفوا الابلكيشن ازاي وعشان تعرفوا تقدموا للفرصه دي، تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده شرحنا كل تفاصيل الفرصه بالاوراق المطلوبه، المؤهلات، تمويل. انت محتاج يعني بص يعني تمويل كبير جدا، مش محتاج اي حاجه خالص، كل حاجه متوفره لك بالمجان، تمام؟ من راتب، من تذاكر طيران، سكن، وجبات طعام، بطاقه مواصلات، كورس لغه، شهاده بعد اتمام التدريب، يعني حاجه ممتازه جدا. فلو حابين تقدموا بلاش، او يعني ما تنسوش ان اخر ميعاد 7 يناير 2021، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق الاول ليكم في الفرصة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.